بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد، والنهاردة هكمل معاكم السوليد إيديتنج، وهتكلم النهاردة عن الإيدجز. أنا عندي هنا في أربع أوامر: إكستراكت إيدجز وإمبرنت وكلر إيدجز وكوبي إيدجز. تمام. أول حاجة إكستراكت إيدجز، إزاي إن إحنا نستخدم الأمر ده؟ هروح على بوكس، هنا هرسم بوكس بالشكل ده كده، وهاجي اقول له اكستراكت ايدجز وهدوس عليه، تمام، وادوس بيمين الماوس انتر، وهاجي اقول له موف للسوليد اللي جوه ده بالشكل ده كده في اي مكان. عمل ايه؟ هو حدد لي الحواف الموجوده، فصلها زي ما احنا شايفين كده اهي، يعني خلى البوكس زي ما هو، لكن عرف لي الحواف دي موجوده فين اهي، اللي هي الخطوط بتاعتنا او الايدجز اللي عندنا. تمام. يبقى ده اول امر. هنيجي بقى على تاني امر اللي هو امبرنت، زي ما شايفين كده. ده عباره عن ان انا برسم اي رسمه على اي وجه من الموجودين هنا وبيظهر لي على الوجه ده. انا هاجي ارسم مثلا سيركل على الوجهه دي اهي، تمام، واجي ارسم سيركل تاني بالشكل ده كده، وبعدين هقول له امبرنت، بدوس عليها. الاول حاجه بيقول لي سيلكت 3D سوليد، بختار السوليد اور سيرفس لو كان فيه سيرفس، بدوس عليها بالشكل ده، وبعدين اختار الاوبجكت اهو، شايفين الاوبجكت ده، هختار، بيقول لي ديليت ذا سورس اوبجكت، هقول له يس. تمام. انا هشيل السورس، بقول له يس، وبعدين اختار اللي جوه، احدده اهو بالشكل ده كده، وبرده اقول له يس. انا هعمل ديليت للرسمه الاصليه اللي هي السيركل الاصليه، واجي اقول له انتر، بعدين ادوس بيمين الماوس. عمل ايه؟ خلى الرسمه زي ما شايفين اللي انا رسمتها السيركل دي اكنها مطبوعه على البوكس الموجود ده. لو انا جيت عملتها 2D واير فريم اهي، شايفين؟ بقوم حاجه واحده، انا دوست على السيركل اهو، يبقى ده امبرنت. هنيجي بعد كده على، هنخلي نفس الرسمه دي موجوده ونعمل عليها الاوامر اللي فاضله. عندي هنا في color edges، لو دوست عليها بالشكل ده كده واختار الايدجز اللي انا عايزه اغير له الكالر اهو، مثلا ده ده وده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، فتح لي الباليتة بتاعت الالوان، بختار منها اللون اللي انا عايزاه، فمثلا انا عايزاه باللون الاحمر، واجي اقول له اوكي، وبعدين اقول له اكزيت. هنيجي للامر الاخير اللي هو كوبي ايدجز، ممكن انا اخد كوبي من الايدج، طيب انا هدوس عليه بالشكل ده واخد كوبي للايدج ده انا لسه عاملاها باللون الاحمر اهي، وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اعمل لها كوبي في اي مكان انا عايزاه اهي، واقول له اكزيت. عمل لي كوبي، بعدين اكزيت، عمل لي كوبي بلون اللاير اللي موجوده اللي هي لاير الصفراء، اللي هي اللاير اللي عندي او الكرنت لاير اللي عندي. يبقى احنا كده اتعلمنا النهارده اربع اوامر زي ما احنا شايفين كده: اكستراكت ايدجز، امبرنت، وكلر ايدجز، وكوبي ايدجز. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا ربكم استفدتوا منه. استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.